بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الإنسان ذلك الكائن العجيب حقا. الله تبارك وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله أيها الأحبة، في كل خلية من خلايا الإنسان هناك آية ومعجزة تشهد على عظمة الصانع سبحانه وتعالى، الذي قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أحبتي في الله، دعوني اليوم أبدأ معكم هذا البحث الممتع في التعرف على عجائب الإنسان. الله عز وجل أمرنا أن نبصر، أن ننظر، فلينظر الإنسان مما خلق. أمرنا أن نتأمل، نتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أخي الحبيب، انظر معي، الإنسان عبارة عن ماء وتراب. هذا هو الإنسان أخي الحبيب، عبارة عن ماء وتراب فقط، لأن تراب الأرض يحتوي على كل العناصر، وبالتالي هذا يتطابق مع قول الله عز وجل الذي قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذن هذه الآية تتطابق مع الحقائق العلمية، دعونا نتأمل أحبتي في الله. طبعا الإنسان كائن معقد جدا، البحوث الطبية كشفت عن حقائق مذهلة. سنبدأ بحقيقة كل واحد الآن يعيشها، وأنت تسمعني الآن قلبك يعمل كمضخة رائعة جدا، بكفاءة عالية جدا، دون توقف ودون أن تشعر، من دون صوت، من دون ضجيج، من دون أعطال، من دون وقود، من دون تغيير قطع تبديل. لماذا أكرمنا الله بهذه الطريقة أيها الأحبة؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإنسان، حتى لو كنت ملحدا، حتى لو كنت تحارب الله، حتى لو كنت تتحدى الله عز وجل الذي خلقك ورزقك، على الرغم من ذلك أنت إنسان مكرم عند الله. فانظر إلى رحمة الله، انظروا أحبتي في الله إلى عظمة هذا الخالق وسعة رحمته، الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. طبعا لدينا عدد هائل من الأجهزة في جسد الإنسان، ولكن من أهمها القلب، الذي يضخ كل يوم أكثر من 8000 لتر من الدم. يعني الآن وأنت تسمعني هناك مضخة هي القلب، تقوم بضخ الدم، بتنقية. يعني هذا القلب له مهام كثيرة جدا، إحدى هذه المهام ضخ الدم. سبحان الله، 8000 لتر كل يوم، كل يوم. فتخيل كم هذه المضخة هائلة، كم هذه المضخة. سبحان الذي أبدعها، متقنة الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب، في دماغ الإنسان أكثر من 100,000,000,000 خلية. 100,000,000,000 خلية، كل خلية أحبتي في الله تعمل بكفاءة أعلى من جهاز الكمبيوتر الحديث. شيء مبهر، سبحان المبدع. في كل عين يوجد أكثر من 100,000,000 من المستقبلات الضوئية. لذلك عين الإنسان هي أفضل كاميرا أو أفضل عدسة موجودة في الطبيعة، أو موجودة هي عين الإنسان.
تتفوق على أي كاميرا اخترعها الإنسان أو أي عدسة اخترعها. سبحان الله، يعني شيء عجيب. في كل أذن أكثر من 30,000 خلية سمعية، وكلها مترابطة، وكل خلية لها مجموعة من الأعمال. هذه الخلايا لا تحتاج إلى صيانة، لا تحتاج إلى تبديل، ليس لها مدة صلاحية، هي تجدد نفسها بنفسها. في دم الإنسان هناك أكثر من 25 مليون مليون كرية حمراء، يعني 25 تريليون كرية حمراء، وأكثر من 25 ألف مليون كرية بيضاء، يعني 25 مليار كرية بيضاء. تخيل معي العدد أخي الحبيب. يعني أنت الآن تجلس وتستمع لي، كل هذه الخلايا تعمل وأنت لا تشعر، تعمل بكفاءة عالية وأنت تتحرك وتأكل وتشرب وتفكر، لا تهتم بكل هذه المواضيع. الله عز وجل أراحك، كرمك. سبحان الله. طيب الآن في معدة الإنسان هناك أكثر من 1,000,000,000 خلية. لاحظوا الأعداد أحبتي في بالمليارات، بالمليارات الأعداد. اللسان، في اللسان توجد أكثر من 9,000 حليمة ذوقية في هذا اللسان. في كل يوم يتنفس الإنسان أكثر من 25,000 مرة، يسحب خلالها أكثر من 180,000 لتر من الهواء كل يوم. 180,000 لتر من الهواء شهيق وزفير، لا نشعر بهذا الأمر. كم نحن مقصرون بحق هذا الخالق العظيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هنا أيها الأحبة، أمام هذه الحقائق أنا لدي آية. هنا الله تعالى يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن كل شيء خلقه الله على درجة عالية من الإتقان والدقة، وهو أحسن ما يكون، على عكس اختراعات البشر. يعني البشر اخترعوا الموبايل مثلا، البطارية تنفذ، تحتاج إلى شحن، إذا وقع وانكسر أصبح لا قيمة لهم، إذا دخل فيه فيروس أصبح لا قيمة له. إذا 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 هذا هو خلق الإنسان، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب أيها الأحبة، الآن دعونا نتساءل. الماء يمثل نسبة جيدة في تركيب خلايا أي كائن حي، وانعدام الماء يعني الموت. إذن في جسم الإنسان الماء هو الأساس، لذلك العلماء يؤكدون أن الحياة بدأت من الماء، وأن هناك ارتباطا بين الماء والحياة، لدرجة أنهم صعدوا إلى المريخ، فعندما وجدوا آثارا للماء أو بعض الثلوج قالوا لابد أن توجد حياة، مدام وجد الماء لابد أن توجد الحياة. إذن الحياة والماء أو كل شيء حي لابد من وجود ماء، والماء دليل على وجود حياة. طيب الله عز وجل أخبرنا منذ 1400 سنة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب أليس هذا إعجازا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب هنا أيها الأحبة، الله تعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء. بالفعل كل المخلوقات فيها نسبة عالية من الماء، تقل أو تكثر، ولكن لا يوجد مخلوق
في جسمه لا يوجد ماء، لأن أساس عمل الخلايا هو الماء. أي خلية انزع منها الماء تموت على الفور. حتى الأرض الجافة أو الميتة التي لا نرى فيها أي مظهر للحياة، عندما ينزل عليها الماء تجد أن أشكال الحياة قد بدأت بصورة رائعة. الله تعالى قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سبحان الله. طبعا العلماء اليوم يقولون هناك آثار للماء على كوكب المريخ، وهذا ما يدفعهم للاعتقاد بوجود حياة على ظهر هذا الكوكب. طيب أيها الأحبة، دعوني أتابع معكم. الماء يشكل في جسم الإنسان يعني تقريبا الثلثين، والثلث الباقي مواد جافة جميعها موجودة في التراب، في تراب الأرض، في صخور الأرض، من الأرض يعني. فالإنسان خلق من هذه الأرض، وهذا ما أكده القرآن قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. انظروا كيف تأتي الآيات لتتفق 100% مع الحقيقة العلمية. هذا الشيء يريح القلب ويجعل المؤمن مطمئنا أنه على الحق. لذلك نحن أمرنا عندما نرى أي آية أن نقول الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إذن أيها الأحبة، مكونات الإنسان هي عناصر الطبيعة، مثل الكربون، الكلور، الكبريت، الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، كل هذه العناصر، وهذه موجودة في تراب الأرض. إذن الإنسان مخلوق من تراب. طيب عناصر الإنسان إذن خلق موجودة في الأرض. هذه الحقيقة أيها الأحبة موجودة في القرآن وتتطابق مع العلم الحديث. إذن القرآن لا يحوي أي خرافات أو أساطير. إذن لدينا مخلوق هو الإنسان، جسمه يتألف من تريليونات الخلايا، كلها تعمل مثل كمبيوتر فائق الدقة. الإنسان هو عبارة عن أعظم جهاز كمبيوتر في الطبيعة. تريليونات الخلايا هذه تعمل بتناسق وتناغم عجيب جدا. نحن إذا أردنا أن نربط 1000 جهاز كمبيوتر سنحتاج إلى مئات الأسلاك والمهندسين والفنيين والمبرمجين. طيب كيف إذا أردنا أن نربط تريليون جهاز كمبيوتر؟ يستحيل، هذا فوق طاقة البشر. الإنسان أخي الحبيب فيه تريليونات خلايا وكلها تعمل بطريقة رائعة جدا. هنا أيها الأحبة نجد أن الله يخاطب أولئك الملحدين المشككين الذين لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، ماذا يقول لهم؟ يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إله يخاطب عباد ضعفاء، هو لا يحتاج أن يقنعهم سبحانه وتعالى، هو إله الكون، هو الخالق، يفعل ما يشاء. ولكن على الرغم من ذلك أرادك أيها الإنسان أن تبني إيمانك على القناعة، أن تقتنع أنه بالفعل هناك إله للكون. والدليل أنه خاطبك وأكد لك أنك مخلوق من تراب، العلم كشف ذلك. ومن آياته أن خلقكم من تراب. سبحان الله. طيب التراب والماء عندما يجتمعان ماذا يشكلان؟ الطين. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال أيضا:
وهو الذي خلق من الماء بشرا. إذن الإنسان مخلوق من الماء ومن التراب أي الطين. وهنا أيها الأحبة، القرآن يخبرنا عن مراحل خلق الإنسان وتطوره في بطن أمه بشكل يتوافق مع الحقيقة العلمية، ليس لدينا تناقضات. يعني أنا الذي يهمني أن لدي كتاب، عكس ما يسمى بالكتب المقدسة الأخرى التي هي مليئة بالتناقضات، القرآن ليس فيه تناقض، متناغم ومتوافق مع نفسه ومع حقائق العلم الحديث. طبعا أيها الأحبة، سيدنا نوح ماذا قال؟ قال وقد خلقكم أطوارا. إذن سيدنا نوح أيضا تحدث إلى قومه بالإعجاز العلمي في آيات كثيرة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، فرق بين الضياء والنور، بين السراج والنور إلى آخره. فإذا الأنبياء كلهم رسالتهم واحدة أيها الأحبة. في الماضي كان الناس يظنون أن الإنسان يكون صغيرا ثم ينمو، لا، تبين أن هناك خلقا من بعض خلق، أطوار محددة. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة لابد أن نتأمل ونقول سبحان الله، هذا الكائن الذي يحتوي دماغه على أكثر من تريليون خلية عصبية فقط هنا في الدماغ، هنا في الرأس، قدرات هائلة يمتلكها الدماغ تتعلق بالذكاء والتطوير والتحكم والسيطرة. الإنسان سيطر على الكوكب بينما بقية الحيوانات فشلت في ذلك، هذا تكريم. الإنسان صعد إلى القمر وصل إلى المريخ بأجهزته، استغل ثروات الأرض، وهو في النتيجة عبارة عن ماء وتراب، وسيعود إلى الماء والتراب كما قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام، كلكم لآدم، وآدم من ماذا؟ من تراب. يعني أيها الإنسان أنت عبارة عن تراب، يعني أنت عبارة عن مثلا 30 كيلو من التراب و60 لتر ماء مثلا. يعني هذا هو الإنسان، هو عبارة عن وعاء 60 لتر ماء و30 كيلو تراب، هذا هو الإنسان، وسيعود إلى التراب. فلماذا تتكبر؟ ولماذا تعجل؟ ولماذا تغرك الحياة الدنيا؟ انظر إلى ما بعد الموت، إلى الحياة الخالدة. طبعا أيها الأحبة، انتهى هذا البحث. أنا أود أن أقول أيها الأحبة كلمة أخيرة. لا تحزن أخي الحبيب، أنت عبارة عن تراب، ستعود إلى التراب. فكر بلقاء الله، الله هو الذي ينفعك، الدنيا لا تنفعك. فكر بما بعد الموت، فكر بجنات تجري من تحتها الأنهار. اترك هذه الدنيا الفانية التي حذر القرآن منها، قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان يعني، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني أنا أمام هذا البحث أنا أقول لكم حقيقة، انطباعي أنا شخصيا، أنا عندما أعلم أنني عبارة عن كومة تراب ووعاء ماء، لا تستحق الحياة أن تحزن عليها، لا تستحق أن تفكر فيها كثيرا، لا تستحق أن تكتئب وتيأس، لا تستحق أن تلهث وراء الدنيا. اهدأ أخي الحبيب واطمئن.
وثق بالله عز وجل الذي خاطبك وقال ورحمتي وسعت كل شيء، فلا نيأس، لأن اليأس كفر، كما قال سيدنا يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفرحين بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.